قصة استوقفتني أنا جدا وعجبت لها غاية العجب. قصة امرأة مغربية أيس الأطباء من شفائها وشفاها الله بشرب ماء زمزم. هذه المرأة ذكر قصتها الشيخ محمد بن عبد العزيز المسلم في كتاب له اسمه العائدون إلى الله. القصة في الجزء الثاني من الكتاب من صفحة 29 ل 33. ذكر هذه المرأة أنها أصيبت بالسرطان، ثم ذكر لنا كيف قصت المرأة قصتها. وأنا أرجو للجميع أن يعدني سمعه وقلبه جيدا وهو يسمع قصة هذه المرأة، اسمعوها بقلوبكم. تقول هذه المرأة: منذ 9 سنوات أصبت بمرض خطير جدا، وهو مرض السرطان، عافانا الله وإياكم. والجميع يعرف أن هذا المرض مخيف جدا، وهناك في المغرب، هي تقول، لا نسميه السرطان، وإنما نسميه الغول أو المرض الخبيث. أصبت بالتاج الأيسر، وكان إيماني بالله ضعيفا جدا، يعني غير ملتزمة، غير محافظة على الصلوات، كنت غافلة عن الله تعالى، وكنت أظن أن جمال الإنسان يدوم طوال حياته، وأن شبابه وصحته كذلك، وما كنت أظن أبدا أني سأصاب بمرض خطير كالسرطان. فلما أصبت بهذا المرض زلزلني زلزالا شديدا، وفكرت في الهروب، ولكن إلى أين؟ ومرضي معي أينما كنت. فكرت في الانتحار، ولكني كنت أحب زوجي وأولادي، وما فكرت أن الله سيعاقبني إذا انتحرت، لأني كنت غافلة عن الله عز وجل. قالت: وأراد الله سبحانه أن يهديني بهذا المرض. يا عباد الله، لعل ما أنتم فيه من بلاء منحة وعطاء من الله عز وجل، اصبروا. قالت: فبدأت الأمور تتطور. لما أصبت بهذا المرض رحلت إلى بلجيكا وزرت عددا من الأطباء هناك، فقالوا لزوجي: لابد من إزالة الثدي، وبعد ذلك استعمال أدوية حادة تسقط الشعر وتزيل الرموش والحاجبين إلى غير ذلك. قالت: فرفضت رفضا كليا، وقلت: إني أفضل أن أموت بثدي وشعري وكل ما خلق الله عز وجل بي ولا أشوه. وطلبت من الأطباء أن يكتبوا لي علاجا خفيفا، ففعلوا، فرجعت إلى المغرب واستعملت الدواء فلم يؤثر علي، ففرحت بذلك، وقلت في نفسي: لعل الأطباء قد أخطأوا وأني لم أصب بمرض السرطان. تقول: ولكن بعد 6 أشهر تقريبا بدأت أشعر بنقص في الوزن، لوني تغير كثيرا، وكنت أحس بالآلام كانت معي دائما، فنصحني طبيبي في المغرب أن أتوجه إلى بلجيكا مرة أخرى، فتوجهت، وهناك كانت المصيبة. قالت: قال الأطباء لزوجي: إن المرض قد عم وأصيبت الرئتان، وأنهم الآن ليس لديهم دواء لهذه الحالة. ثم قال لزوجي: من الأحسن أن تأخذ زوجتك إلى بلدها حتى تموت هناك. فجع زوجي بما سمع، وبدلا من الذهاب إلى المغرب ذهبنا إلى فرنسا، حيث ظننا أننا سنجد العلاج هناك. قالت: ولكننا لم نجد شيئا، وأخيرا حرصنا على أن نستعين بأحد هناك لأدخل المستشفى وأقطع ثدي وأستعمل العلاج. خلاص راضيت الآن. لكن زوجي ذكر شيئا كنا قد نسيناه وغفلنا عنه طوال حياتنا: لقد ألهم الله زوجي أن نقوم بزيارة إلى بيت الله الحرام، لنقف بين يديه سبحانه ونسأله أن يكشف ما بنا من ضر. قالت: وذلك ما فعلنا، خرجنا من باريس ونحن نهلل ونكبر، وفرحت كثيرا لأنني لأول مرة سأدخل بيت الله الحرام وأرى الكعبة المشرفة، واشتريت مصحفا من مدينة باريس، وتوجهنا إلى مكة المكرمة، وصلنا إلى بيت الله الحرام، فلما دخلنا ورأيت الكعبة بكيت كثيرا لأنني ندمت على ما فاتني من فرائض وصلاة وخشوع وتضرع إلى الله، وقلت: يا رب، لقد استعصى علاجي على الأطباء، وأنت منك الداء ومنك الدواء، وقد أغلقت في وجهي جميع الأبواب، وليس لي إلا بابك، فلا تغلقوا في وجهي. وطفت حول بيت الله
وكنت أسأل الله كثيرا بألا يخيبني وألا يخذلني وإن تحير الأطباء في أمري. وكما ذكرت فقد كنت غافلة جاهلة بدين الله، كنت أطوف على العلماء والمشايخ الذين هناك وأسألهم أن يدلوني على كتب وأدعية سهلة وبسيطة حتى أستفيد منها، فنصحوني كثيرا بتلاوة كتاب الله والتضلع من ماء زمزم، والتضلع هو أن يشرب الإنسان حتى يشعر أن الماء قد وصل أضلاعه، كما نصحوني بالإكثار من ذكر الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت شعرت براحة نفسية واطمئنان في حرم الله، فطلبت من زوجي أن يسمح لي بالبقاء في الحرم وعدم الرجوع إلى الفندق فأذن لي. تقول وفي الحرم كان بجواري بعض الأخوات المصريات والتركيات، بتقول كانوا بيشوفوني وأنا ببكي كثيرا، فسألنني عن سبب بكائي لأنني وصلت إلى بيت الله وما كنت أظن أنني سأجد هذا الحب، وثانيا لأنني مصابة بالسرطان. قالت فلازمنني ولم يكن يفارقنني، فأخبرتهن أنني معتكبة في بيت الله، فأخبرن أزواجهن ومكثن معي، فكنا لا ننام أبدا ولا نأكل من الطعام إلا القليل، لكن كنا نشرب كثيرا من ماء زمزم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ماء زمزم لما شرب له، إن شربته لتشفى هي التي تقول شفاك الله، وإن شربته لظمئك قطعه الله، وإن شربته مستعيذا أعاذك الله فقطع الله جوعنا، وكنا نطوف دون انقطاع حيث نصلي ركعتين ثم نعاود الطواف، ونشرب من ماء زمزم، ونكثر من تلاوة القرآن، وهكذا كنا في الليل والنهار لا ننام إلا قليلا. عندما وصلت إلى بيت الله كنت هزيلة جدا، وكان في نصف الأعلى كثير من الكويرات الدموية والأورام التي تؤكد أن السرطان قد عم جسمي الأعلى، فكنا ينصحنني أن أغسل نصفي الأعلى بماء زمزم، ولكني كنت أخاف أن ألمس تلك الأورام والكويرات فأتذكر ذلك المرض فيشغلني عن ذكر الله تعالى وعبادته، فغسلته دون أن ألمس جسدي. وفي اليوم الخامس ألح علي رفيقاتي أن أمسح جسدي بشيء من ماء زمزم، فرفضت في بداية الأمر، لكنني أحسست بقوة تدفعني إلى أن أخذ شيئا من ماء زمزم وأمسح بيدي على جسدي، فخفت في المرة الأولى، ثم أحسست بهذه القوة مرة ثانية، قوة تدفعها، فترددت، ولكن في المرة الثانية ودون أن أشعر أخذت يدي ومسحت بها على جسدي وسدي الذي كان مملوءا كله دما وصديدا وكويرات، وحدث ما لم يكن في الحسبان، كل الكويرات ذهبت ولم أجد شيئا في جسدي، لا ألما ولا دما ولا صديدا، فاندهشت في أول الأمر، فأدخلت يدي في قميصي لأبحث عما في جسدي فلم أجد شيئا من تلك الأورام، فارتعشت، ولكن تذكرت أن الله على كل شيء قدير، فطلبت من إحدى رفيقاتي أن تلمس جسدي وأن تبحث عن هذه الكويرات، فصحن كلهن دون شعور، الله أكبر الله أكبر. فانطلقت لأخبر زوجي ودخلت الفندق، فلما وقفت أمامه مزقت قميصي وأنا أقول انظر رحمة الله، وأخبرته بما حدث، فلم يصدق ذلك وأخذ يبكي ويصيح بصوت عال ويقول هل علمت، يعني كان يخفي عنها، أن الأطباء أقسموا على موتك بعد 3 أسابيع فقط؟ فقلت إن الآجال بيد الله سبحانه ولا يعلم الغيب إلا الله. مكثنا في بيت الله أسبوعا كاملا أحمد الله وأشكر الله على نعمه التي لا تحصى، ثم زرنا المسجد النبوي ورجعنا إلى فرنسا، وهناك حار الأطباء في أمري واندهشوا وكادوا يجنون، وصاروا يسألونني هل أنت فلانة؟ يعني أنت فلانة التي كنت عندنا وأجرينا لك الإشاعات والتحاليل والفحوصات الطبية؟ فأقول لهم نعم، وتقول بافتخار، أقول لهم أنا نعم بافتخار، وزوجي فلان، وقد رجعت إلى ربي وما عدت أخاف من شيء إلا من الله سبحانه وتعالى، فالقضاء قضاء الله والأمر أمره. فقالوا لي إن حالتك غريبة جدا وإن الأورام قد زالت، فلا بد من إعادة الفحص. أعادوا فحصي مرة ثانية فلم يجدوا شيئا، وكنت من قبل لا أستطيع التنفس من تلك الأورام، ولكن عندما وصلت إلى بيت الله الحرام وطلبت الشفاء من الله ذهب عني ذلك
بعد كل ذلك كنت أبحث في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وعن سيرة أصحاب النبي رضي الله عنه وأبكي كثيرا، كنت أبكي ندما على ما فاتني من حب الله ورسوله وعلى تلك الأيام التي قضيتها بعيدة عن الله عز وجل، وأسأل الله أن يقبلني وأن يتوب علي وعلى زوجي وعلى جميع المسلمين.